إن كان هناك في أبطال المنافسين في هذا الحدث. وطبعا هنا أمامنا الوصول للختام، آخر كيلو متر في هذا الحدث، الوصول للصدارة، صاحب المركز الأول بالتأكيد القميص رقم 301 أمامنا هنا بنبارك ينجح في الوصول للختام، متصدر بفارق مريح عن أقرب منافسيه أمامنا هنا صاحب القميص رقم 301. ينجح هذا البطل، يمكن للأسف ما عندناش اسم هذا البطل، ولكن هو المتصدر وهو البطل لماراثون. معاه داخل اللاعب سالم، سالم داخل هو تاني، سالم محمد سالم لاعب محرم ثالث ما شاء الله. هذه هنا أمامنا الأبطال والوصول مركز الثاني.